متابعي قناه الفا اكسبريس، مرحبا بكم. حنا نتواجد الان امام سوق المسيره. السوق المسيره هو من اقدم الاسواق على مستوى مدينه الدار البيضاء. تم الترحيل ديالو لهذه المنطقه سنه 1976. منذ 1976 وهذا السوق يثير الجدل في مقاطعه مولاي رشيد، على اعتبار انه كل مره تيتم الحديث عن الترحيل ديالو، ولكن لحد الساعه ما زال السوق قائم في هذه المنطقه هذه. دابا حاليا دابا هذه الايامات كاين واحد الحراك دابا حول التحول فينا غادي يتحول. ودابا حنا بالنسبه لنا حنايا كان عندنا واحد الاقتراح لنا هذا السوق هذا، كما كتعرفوا بنا من قدم اسواق ديال ولايه الدار البيضاء الكبرى، بما كان يعرف قديما بسوق الخميس اللي كان حدا حياه ريجينسي، جا وكيتنقل حتى وصل لهذه المنطقه هذه. دابا انا عمر دابا من 76 هو كاين هذا السوق هذا، وتخاد وعد على اساس انه في ظرف ديال 3 شهور غادي يتم الاستفاده ديالو بصفه نهائيه، وتسلمت الموالي المحلات واحد البون في رقم البقعه. وبقدره القاضي راه حنا ولينا دابا في 2020، وحنا هنا دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم على الابواب ديال 2021. بالنسبه لنا حنا دابا من كنا كنطالبوا بالاستفاده في المكان ديالنا حسب الوعد ديال 76، وذاك الوعد دابا تبخر وما بقاش. ودابا ولات دابا صبحت واحد كاين واحد الاكراه ديال انه الارض ما بقاتش، لان الارض دابا في ولايه الدار البيضاء الكبرى كل الاراضي كلها تفوتت ديال الاملاك المخزنيه، ما بقى منا والو. دابا حنا ولينا هنا دابا كنطالبوا باش يقادوا لنا الحرف، لان كاين بعض الحرف ورشات، والورشه ما يمكنش لها تحول لهذ البلاصه هذه هنا. هاد المحلات اللي بناو دابا هما محلات صغار، ما يصلحوش للاصحاب اللي عندهم ورشات النجاره وداك الشيء. قدمنا احنا طلبنا واحد الملتمس شفوي على اساس انه هو هاد الورشات يبقاو تيستافدوا مع الورشات اللي باقيين هنا عندنا في السوق، اللي هما حوالي كاين واحد 30 محل، ماشي شي حاجه كثيره بزاف باش تبقى باش تحول مع المحلات اللي هما تما ورشات ديال النجاره. والاخرين كنطالبوا باش يتم الترحيل ديالهم هنا، لان حنا حتى هنا بالنسبه للسوق ولينا حنا كنحشموا من الساكنه، لان هو السوق دابا صبح واحد الوكر ديال الاجرام وديال هذاك الشيء، وحنا بغينا باش يتم الترحيل والاستفاده. الساكنه كتعاني من هذا السوق، لان السوق سبب للساكنه الازعاج الليلي ولا بالنسبه للنهاري، لاساس ان كاين نفايات وداك الشيء ديال الازبال وداك الشيء ديال السوق وداك الشيء، لانه اكثر تسبيب في هذا الشيء ديال الساكنه وهو السوق. بالنسبه للسوق اولا كاين شطر واحد على اساس انه 186 حانوت، انه الناس استفدت من هذوك المحلات التجاريه، شي استفد شي ما استفدش. ولهذا ان قلنا غادي تكون بالنسبه للمسيره سوق المسيره انه غادي يبدا في الترحيل ديالو، على اساس ان باش الناس تستافد، باش يكون واحد التنظيم ديال الحرف ديال تجار المسيره، انهم باش يستافدوا من المحلات التجاريه، وتكون واحد البلاصه سوق المسيره بالنسبه لمقاطعه مولاي رشيد، ان يكون عنده واحد التلموس ملموس، على اساس ان باش ما يبقاش داك الشيء ديال النفايات وداك الشيء. ثانيا على اساس ان هاد السوق شطر واحد استافدوا مواليه، شطر جوج على اساس 176 حانوت على باش يرحلوا حتى هما، ولهذا ما كاين حتى شي حاجه. بنوا جوج مارشيات على اساس نموذجيه باش يتنقلوا هاد الناس ديال الحوان ديال السوق ديال المسيره. دار الشطر الاول تبنى باش خوى البلاصه ديالو، عاود عمرت خوات، ولكن عمرت البلاصه اللي كانوا طلعوا فيها. كاين شطر ثاني هو باقي مسدود، هو امام الكاميرا، لان هو الشطر هذا علاش الناس ما بغاوش يعني يتحولوا باش تخوى المساحه وتنظم فيها، دار فيها سكن، دار فيها مسجد، دار فيها مدرسه، دار فيها اي حاجه. لان هذه المسيره هذه هنا المسيره اللي ترى راه مهموله، ما كاين لا حتى حاجه، ما فيها الا السوق والدواب والكلاب الضاله والزباله هي اللي كاينه هنا. حنا كنتسناو بهذه الجماعه باش تنظم هذا الشيء، راه باقي حتى حاجه ما تنظمات.
كيف ما هو معروف ان سوق المسيره تيتوجد في تراب مقاطعه مولاي رشيد، هذاك الشيء علاش جينا هنا المقر تاع مجلس المدينه باش نتلاقاو السي مصطفى الحياه، هو تيشغل نائب رئيس مجلس مدينه الدار البيضاء في نفس الوقت اللي هو رئيس مقاطعه مولاي رشيد، باش نعرفوا وجهه النظر تاع المقاطعه في هذا الملف المستعصي على الحل في عماله مولاي رشيد. الحقيقه فين وصل المشكل ديال سوق المسيره؟ قبل حوالي اسبوع ونصف، حوالي 10 ايام، درنا واحد الاجتماع حول الموضوع ديال السوق ديال المسيره 3 في العماله بحضور السيد عامل عماله مقاطعات مولاي رشيد مشكورا. وفعلا هذا المشروع الحمد لله استؤنف العمل فيه لحل حاله المشكل، لانه الحقيقه هذا السوق مشاكله طالت واستطالت، لان المده طويله جدا كانت بعض التعثرات وبعض الاشكالات اللي كتهم الانجاز، لانه مبني على واحد الطريقه بحيث انه كيخويو شي بلاصه وكيتبنى فيها جزء من المشروع، وكي بعد تيخويو ثاني يعني كيدخلوا ليها واحد مجموعه ديال التجار، وهذيك البلاصه اللي خواوها التجار اللي دخلوا هذه البلاصه اللي تبنات يبنوا بلاصه ديالهم، وهكا يعني بواحد النوع من ديال التناوب. هذه الطريقه يعني في الاول انطلقت وكانت الحمد لله مهمه، ودازت ترونش، دازت العمليه الاولى وكنا حضرنا في القرعه، وفعلا استفدوا بعض الناس، بعض التجار اللي دخلوا المحلات ديالهم، ولكن وقعت بعض الاشكالات اللي جعلت الموضوع يتوقف او جعلت المشروع يتوقف. منها ان الانشطه اللي كانوا كيمارسوا هاد الناس، الانشطه الاصليه، كاين واحد الصعوبه انهم تنتقل نفس النشاط ينتقل للمكان المعد اللي هو المارشي الجديد اللي كيتبنى ولا المشروع اللي كيتبنى. فكتلقى الانسان مثلا كانت عنده واحد المساحه كبيره، مستحيل انه ينقل نفس النشاط في نفس، فكان المفروض ان بعض التجار يبدلوا النشاط ديالهم، يبدلوا النشاط، يمشي نشاط اخر اللي يتاقلم مع هذاك الدكان اللي خدا. فهذا اشكال كبير، فخص يكون فيه واحد النوع من الحل لهذا الامر. بالنسبه الحمد لله الشركاء كل واحد يدير المجهود ديالو، لا العمران، لا لابطه الناس ديال الاسكان، لا السلطه المحليه الحمد لله برئاسه السيد العامل والاشراف ديالو، لا المنتخبين، السلطه المنتخبه هي حاضره باستمرار، بمجرد ما كيستدعونا كنجيو كنحضروا كنكونوا ايجابيين في هذا الملف هذا. يعني لا الجمعيات ايضا ديال التجار، كاينين جوج ديال الجمعيات ديال التجار الحمد لله، جمعيات تتكامل مع بعضها، وكاين يعني الاساس هو الصالح العام. فيعني هاد العمليه هذه راه دابا الان السيد العامل كله عزم وكله يعني استعداد باش هاد المشكل ما يبقاش يراوح المكان ديالو. ولذلك جا هذا الاجتماع اللي قلت لكم قبل حوالي 10 ديال الايام، كنا درنا هذا الاجتماع الاخير، والحمد لله كاينه اراده مشتركه من عند الجميع ان ان ان, أن, أن بعض الاكراهات اللي كاينه انها تحل. هذا هو يعني اذا بغينا نهضروا مستقبلا شحال تقريبا يتحل هذا المشكل؟ هو صعيب ان في موضوع بحال هذا اللي فيه المتدخلين بزاف، صعيب انه كاين بعدا اولا لي ترونش، خاص بعدا على الاقل دوك لي ترونش اللي كاينين واللي الصعوبات اللي فيهم ماشي صعوبات معقده نبداو بهم بعدا، لان كاين شي لي ترونش اللي جايين عندهم علاقه بمشاكل خاصها تحل على مستوى الاملاك المخزنيه، لان كاين دي تيغان اللي هما دي تيغان دومانيو، يعني فلا كانت ان تيغان دومانيال خاصك تحل المشكل مع الدومين. هذا يعني ربما المشكل شويه معقد، شويه تكون فيه شويه صعوبات، ولكن حنا كنقولوا على الاقل العر غير المراحل الاولى خاصها تدوز بواحد الطريقه اللي فيها واحد الحد ادنى من السلاسه، فيعني اللي باش 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 على الاقل نحاصروا المشكل. بعد اولا كنلقاو مشاكل، حنا عندنا تما كجماعه الكاميو ديال النظافه ما كيدخلش، ما صعيب انه بين مثلا هذاك الحي ديال المسيره
دخلنا فيه درنا فيه التبليط درنا فيه الزفت، اضطرينا باش نزفتوا هذه الجهه لهذ الجهه والجهه الاخرى لهذ الجهه، وبقات الجهه الوسط اللي فيها السوق بقات بلا تبليط، لان ما كاينش كيفاش ندوزوا مازال. فكيظهر لي من بين الامور اللي خصها دار، وهذا الشيء الحمد لله حتى السلطه المحليه معنا فيه، وهو انه خص يدوزوا بعض الطرقان بعدا، يحيدوا بعض الناس من الافراق ديالهم، يتم تعطى الاولويه لبعض الاماكن اللي غدوز منها الطريق، لان واحد 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 البلاصه اللي كانت كلها مبلوكيه يعني بواحد الشكل اونكلافي يعني مغلقه تما، غيبقى ديما المشاكل. فلا من بين مظاهر حل حاله المشكل انه دوز الطرقات، ولا دوز الطرقات غير المشكل غيتجزا هذيك الساعه، وغادي تولي المشاكل شويه اقل خطوره واقل يعني عمقا من داك الشيء اللي كاين لحد الان.